مشاهدي قناة شعبيات، كل سنة وانتو بخير وطيبين برأس السنة. يعني النهاردة مش عارف اقول ايه بصراحة، انا بجد فرحان قوي معايا كل اخواتي نجوم مصر وكل مخرجين مصر. احلى هيثم عنتر النهارده، الدنيا كلها عليك حبيبي يا حوده. اخبارك يعني؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله. والله حبيبي انا بس يعني بعيد على كل الشعب المصري، بقول لهم كل سنة وانتم طيبين. وقناة شعبيات استاذ احمد حماد وكل القائمين على القناة. تقول ايه للناس اللي هي بتحب هيثم عنتر دلوقتي قدامك كده على الشاشه اهو، برضه بمناسبه راس السنه ده، حاجه برضه من هيثم اللي بيحبوه بقى والقنوات الشعبيه. انا بقول لكل القائمين على قناه شعبيات وكل الجمهور اللي بيستنانا، انتظرونا ان شاء الله في راس السنه محمود سمير وكل الناس هتبقى معانا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.